عزتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنت لها معاجنتل. يا هلا والله وسهلا متابعين قناة الواقع برنامج جنتل في الحلقة الأولى له، ونقولكم يا هلا والله وسهلا بكم جميع. سعيد جدا اليوم بتواجدي معكم، وبإذن الله أنها حلقة تنال على إعجابكم ونكون خفيفين ظل، وإن شاء الله أن الشباب بس يزبطون لي أنا لأني داخل حجزت برسمية ما يزبط معي رسمية هنا، بس إن شاء الله أنهم يزبطون إن شاء الله أني ما أكسب بحد إثم. يعني نرحب نسينا إيه اصبروا نرحب زميلنا وأخونا وصديقنا الغالي عبد الله الشمري كحيلان. هلا والله استاذك حيلان، يا كحيلان نفس المتسابقين الظاهر اننا بنتهاوش معهم، والمتسابقين ما جو. هلا والله يا كنترول، واحد اثنين ثلاثة، اذا ما جو هذول ما فيه اليوم جنت لهم. حطهم من الاخير. وينك حيلان؟ الله العظيم أحردك حيلان، هذا أزعلني. طبعا خلونا منهم شوي لما يجون، أنا بعدله بخمس دقائق، ما جو بيصير لي تفاهم ثاني معهم. أول شيء شكرا لجمعية رؤوم، أنا ترى ألخبط بالأسامي جماعة من تالي أعوذ بالله. شكرا لهم على رعايتهم الكاملة لهالبرنامج، وأذكر نفسي وإياكم بالصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. وداووا مرضاكم بالصدقة، ريال واحد تحطه بهالجمعية ما لك إلا الأجر. طبعا سهم موجودة على الشاشة مثل ما تشوفون ب300 ريال. أوصيك ونفسي بالتبرع بنية شفاء مريض، بنية نجاحك، بنية والديك، بنية موتاكم، بنية اللي تبي. تصدق فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. يا كنترول ترى يبي تهاوش معكم، إذا ما جاني أرحب بأخوي الغالي حيلان الشمري. سمعونا حقت ال اهلا صدق. هلا شلون؟ ليه تاخر؟ ليه يومك تاخر؟ تاخر تاخر شو اسمه؟ طيب؟ طبعا موجود معي اليوم واتشرف فيه اخوي الغالي الله حيلان الشمري. الله يطول عمرك ويخليك، وان شاء الله انها تكون حلقه خفيفه جميله لطيفه، راح يساعدني ان شاء الله على الشباب. يا بعد راسي وحيلان لبيه نظام رسمية معهم ما ينفع. شوف الرسميات ما المتسابق اللي ما يجيد الطبخة بأشيله أنا وياك ونجته بالمسبح. قطه بالمسبح حجر، وين حطه حجر؟ يا بعد راسي. خلنا أول شيء نرحب بجمهورنا العزيز خلف شاشات قناة الواقع، أهلا وسهلا.